السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على كيفية تحديث اقتران المحرك ثلاثي الطور، أي كومون ديتيرميني لو كوبلاج دو موتور تريفازي، يعني كيفاش نحدو الكوبلاج ديال الموتور إلى كان تريفازي، واش إطوال أو ترينغول كما جا في واحد السؤال. كيفاش نعرف لو سونس ديال الموتور؟ لو سونس ديال الموتور كيفاش كنقلبوه؟ عندنا هنايا كتكون عندنا الموتور عنده ثلاث خيوط كما نقولوا بحال هكذا، كندخلو منو كان كوبلاج كنحدوه لي عند نتكلموا لي. عندنا ال ا و ال دو ال ترو، بغينا الموتور كيدور في هذا الاتجاه بار اكزومبل، بغينا نقلبو الاتجاه الاخر كنقلبو الفيزان مثلا بحال هكذا. الفاز اللي كنا عاطين الاول غنديو للثاني، وهذا الفاز هذا غنديو للثالث. لو سونس ديال الموتور كنقلبوه كيلكو سوا لو ريزو، ما عندوش علاقه بالريزو، واخا تكون عندينا انا دير اطوال و تريانغل كنقلب لو سونس. الكوبلاج ديال الموتور كيفاش كنحدوه؟ غادي نشوفو دابا واحد لي بلاك سينيتيك ديال الموتور والريزو وغادي نتعرفوا عليه. كما كنلاحظوا هنايا عندنا هنا بلاك سينيليتيك، عندنا البويسونس فاز واحد على خمسة، الكوس في طومبيراتير تور باراميت فريكونس، يعني ترو فاز. عندنا هنا لا طونسيو ديال الموتور، مثلا هنايا الى خدمناه ب 230 ولا خدمناه ب 400 اشنو غنديرو؟ عندنا هنايا بار اكزومبل الجدول، عندنا هنا الموتور وعندنا هنا الريزو. عندنا مثلا هذا الموتور في البلاك سينيتيك ديالو كاينه 127 230، يعني 127 كاين هنايا و 230 كاين هنا. اش من كوبلاج غندير ليه؟ قبل ما نحدد الكوبلاج خصني نشوف الريزو. عندنا مثلا الا كان عندي الريزو في 127 230 كندير ليه تريونغل. هذا الموتور هذا كندير ليه تريونغل الا كان عندي هذا الريزو، والا كان عندي مثلا هذا الريزو 220 رانزوس ما كندير لي والو، يعني هذا الموتور ما غيليقش ليا هذا الكوبلاج. الا كان عندي هنايا مثلا 400 600 ما غندير هذا الموتور ما غيليقش ليا هذا الكوبلاج. ندوزو للموتور الثاني، عندي هنايا 230 400، يعني 230 هنا كاين فوق وهنا كاين 400، يعني هذا البلاك سينيتيك اش من كوبلاج غنديرو ليها. مثلا الا كان عندنا الريزو 127 230 كندير تريونغل، الاول درت ليه اطوال، هذا الموتور الثاني غندير ليه تريونغل. و الا كان عندي الريزو 230 400 غندير ليه اطوال، الا كان عندي الريزو 400 فولت 600 ما هذا الموتور ما غيليقش ليا هذا الريزو. يعني الريزو هي لا ليمونطاسيون اللي كتكون عندنا، بحال عندنا هنا في المغرب كتكون تقريبا 220 380 هذه اللي كاينه. شوفوا الموتور الثالث فيه 400 690، الا كان عندي هذا الريزو 127 230 بغي لي يقش لي هذا الريزو اللي درتو لي غيتحرك. نشوفوا الريزو 220 400 فولت، الا كان عندي هذا الريزو غندير ليه تريونغل. شوفوا الريزو الثالث الا كان عندي 400 690 غندير ليه اطوال. يعني كما قلنا الكوبلاج ديال الموتور كيحدو الريزو حساب لا بلاك سينيتيك، و لو سونس كنديرو لو سون كنقلبو لو سونس الموتور تريفازي كيلكو سوا لا طونسيون. وهذا مكان ونتلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله. واللي ما جاوبناش في السؤال تعطانا شي يسمح لينا معاك، يكون الاسئله بزاف. ومع السلامه ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.